أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانتهاكات التي طالت الصحفيين في سجون ميليشيا الحوثي وتلفيق التهم بحق المختطفين في صنعاء. أدانت رابطة أمهات المختطفين اعتداء ميليشيا الحوثي على 4 صحفيين معتقلين في سجونها بالعاصمة صنعاء. وقالت الرابطة في بيان إن الصحفيين صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بالغيث تعرضوا للضرب المبرح بعد نزع الميليشيا لملابسهم وتركهم لأكثر من 4 ساعات في البرد القارس حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي. من جهتهم قال ناشطون حقوقيون إن الاعتداء يأتي نتيجة رفضهم الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم في جلسة النيابة الخاضعة لسيطرة الميليشيا بصنعاء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تظل الانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين في سجون الحوثي؟ وماذا يمكن أن تقدمه الجهات الرسمية والدولية والنقابات والمنظمات لحماية الصحفيين والضغط لإخراج المختطفين؟ نشاهد التقرير التالي ثم نبدأ النقاش. جبهة النضال الوحيدة في صنعاء، هكذا بات يطلق على رابطة أمهات المختطفين في ظل غياب جميع الأصوات والمنظمات والنقابات بسبب القمع والحصار الذي فرضته ميليشيا الحوثي على كل أشكال الحياة المدنية في العاصمة. حسبنا الله ونعم الوكيل. منذ أكثر من عامين والأمهات ينظمن وقفات احتجاجية بشكل أسبوعي يرفعن اللافتات للمطالبة بإطلاق أبنائهن ويناشدن المجتمع الدولي، إلا أن تلك الوقفات والتنديدات لا تجد صداها على الإطلاق. في جديد تحرك الرابطة أدانت الأمهات اعتداء ميليشيا الحوثي على 4 صحفيين معتقلين في سجونها بالعاصمة صنعاء. وقالت الرابطة في بيان لها إن الصحفيين صلاح القاعدي وأكرم الوليدي وحارث حميد وعصام بالغيث تعرضوا للضرب المبرح بعد نزع الميليشيا لملابسهم وتركهم لأكثر من 4 ساعات في البرد القارس حتى أغمي على الصحفي صلاح القاعدي. فيما قال ناشطون حقوقيون إن الاعتداء يأتي نتيجة رفض الصحفيين المعتقلين الاعتراف بالاتهامات الموجهة إليهم في جلسة النيابة الخاضعة لسيطرة الميليشيا في صنعاء. الأمهات اللاتي بحت أصواتهن من المطالبة بإنقاذ أبنائهن ناشدن المجتمع الدولي مجددا النظر إلى وضع الصحفيين المختطفين قبل البدء بأي مشاورات قادمة، وحملنا ميليشيا الحوثي مسؤولية حياة وسلامة جميع هؤلاء المختطفين والمخفيين قسرا. تعذيب في السجون وتلفيق تهم واستمرار الاعتداء على الصحفيين المختطفين وانتهاكات إنسانية ترتكب دون رادع قانوني، وهو مشهد يتكرر يوميا في العاصمة صنعاء بعد الانقلاب وسيطرة الحوثيين على جميع المؤسسات. جدد ترحيبكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من زوايا الحدث، كما أرحب بمن ينضم إلينا من القاهرة وكيل وزارة حقوق الإنسان نبيل عبد الحفيظ. أهلا بك أستاذ نبيل. إذن تجدد للاعتداءات والانتهاكات بحق الصحفيين والمختطفين عموما في سجون ميليشيات الحوثي، دعنا نتحدث عن جهود الحكومة في هذا الملف، إلى أين وصلت فيما يتعلق بإخراج هؤلاء من سجون الحوثيين؟ بداية مساء الخير لك ولجميع السادة المشاهدين ولقناة بلقيس ومتابعاتها الجيدة والدائمة. طبعا نحن في هذا السياق أولا دعنا نقول يعني كان الله في عون هؤلاء الأبطال الحقيقيين والذين يعني يحملون شرف الكلمة ويدافعون عنها أمام هذا الطغيان السلالي البغير الذي يعانون على أيدي هؤلاء هذه الميليشيات المأفونة التي تتعامل مع رجال الكلمة بهذا الحقد وبهذه الشراسة. كما قال سيدهم عبد الملك الحوثي أن هؤلاء هم أخطر من المقاتلين في الميدان. نحن نقول في هذا السياق أخي العزيز تقدمنا أكثر من مرة في تقاريرنا فصل محدد كامل حول الانتهاكات لحرية الرأي والتعبير والاعتقالات التي تطال الصحفيين، وقدمت إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان ولعدد من الجهات الدولية، ولطالما قمنا بالتخاطب من خلال اجتماعات الأخ وزير حقوق الإنسان في جنيف مع الصليب الأحمر والمقرر الخاص
لقضايا الرأي والتعبير، ومن خلال اتحاد الصحفيين الدوليين تقدمنا في كثير من المرات بعقد ندوات خاصة بقضايا الإعلاميين والمطالبة المجتمع الدولي للعمل من أجل تخفيف معاناتهم والعمل من أجل الإفراج عنهم. نعم، طيب في سياق الحديث عن المجتمع الدولي، كما يبدو لم يتخذ المجتمع الدولي خصوصا مجلس حقوق الإنسان موقفا عمليا من الانتهاكات التي تجري بحق الصحافة إلى الآن، ما التفسير لذلك؟ طبعا نحن يعني ما تلقيناه هو الإدانة من خلال ممثلي الدول ومن خلال عدد من المنظمات الدولية والمقرر الخاص المعني بالأمر واتحاد الصحفيين العالميين. لقينا كثير من البيانات والخطابات التي تدين وتشكب هذه الأعمال، لكنها وتقدم في تقاريرها أن اليمن أصبحت أكبر الدول في العالم بالانتهاك لحقوق الإعلاميين والتنكيل بهم، لكن بالمقابل لم نشهد تحركا قويا من أجل حماية هؤلاء والضغط على الميليشيات بالشكل الكافي الذي يؤمن للصحفيين أن يبتعدوا عن منطقة الخطر لهذه الميليشيات التي تقوم بكل هذه الانتهاكات وهذا التعذيب. فكما تعلمون لدينا صحفيين قضوا من خلال وضعهم كدروع بشرية في مناطق الصراع، وهناك لدينا إعلاميين ممن قضوا تحت التعذيب، ولدينا ما زال عدد كبير من الإعلاميين المعتقلين بالإضافة للذين تم قمصهم بشكل متعمد. فقد أصبح كل من يحمل الكاميرا في أي موقع يعني أصبح مستهدفا بشكل أساسي وواضح. نعم، طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ نبيل. أرحب بمن تنضم إلينا الآن من صنعاء أم الحارث، عضو رابطة أمهات المختطفين. أهلا بك سيدة أم الحارث. أصدرتم بيان يتحدث عن تعذيب 4 صحفيين مختطفين لدى ميليشيات الحوثي، هل أعطيتي المشاهدين يعني تلخيصا لأبرز ما ورد في هذا البيان وأبرز ما هي أبرز المعلومات حول حالتهم الآن؟ طبعا البيان كان هو كاستنكار لما تقوم به جماعة الحوثي واستنجاد للمنظمات أن تقوم بدورها بحق هؤلاء الصحفيين الذين يقبعون في سجون الحوثي من 4 سنين. نحن تفاجأنا أولا بعودة تحقيق النيابة الجزائية في قضية الصحفيين مع أنه لا يحق لها ومن أعطاها هذا الحق، مع سكوت تام للمنظمات دور ضعيف للشرعية. أيضا تبادل المدنيين العزل بالأسرى المسلحين، هذا هو الذي أوصل الصحفيين إلى هذه الدرجة وأوصل ميليشيا الحوثي إلى الاستهتار بملفات الصحفيين. لذلك تمادت جماعة الحوثي في تعذيب الصحفيين. طيب في سياق الحادثة هذه، ما هي الأسباب التي قادتهم أو التي دفعتهم إلى تعذيب هؤلاء الأربعة بهذا الشكل؟ أسباب التعذيب كما كل التعذيبات السابقة أنهم يطلبون منهم الاعترافات بما يتهمونهم أو بالانصياع لما يريدونهم، هو انتزاع حقوقهم كمدنيين وصحفيين، هذا السبب الرئيسي. نعم، أرجو أن تتفضلي بالبقاء معنا سيدة أم الحارث. أعود إلى ضيف الآخر أستاذ نبيل عبد الحفيظ. أستاذ نبيل، سمعت ما تفضلت به السيدة أم الحارث من نقطة أن محاولة إخراج هؤلاء الصحفيين بالمبادلة مع أسرى الحوثيين، أسرى حرب الحوثيين، ربما دفع الحوثيين لممارسة المزيد من الانتهاكات بحق هؤلاء. كيف ترى وأنت وكيل وزارة حقوق الإنسان مسألة مبادلة مدنيين مختطفين بأسرى حرب؟ يا أخي العزيز، نحن في وزارة حقوق الإنسان ربما نكون ممن لعبوا دورا أساسيا في الضغط على الجانب الحكومي للقبول بالمبادلة ما بين مدنيين وأسرى حرب، وذلك لما نتلقاه من بلاغات من أسر
المعتقلين تصل إلى حد يعني لا أستطيع أن أصف ما يصلنا من هذه الأسر، وهو ما يجعلنا كجانب حكومي مسؤولين عن كل مواطن، ونحاول أن نوصل نحاول أن نخفف معاناة هؤلاء. وصل بنا الأمر بالفعل، وهذا يعتبر خطأ في الأصل، لكن نحن أمام اضطرار، وربما أحيانا الجهات الرسمية الجهات الأخرى في الحكومة ترى أن وزارة حقوق الإنسان أصبحت ضاغطة في هذا الاتجاه، لكننا بالفعل نتلقى من خلال إدارة الشكاوى والبلاغات، ومن خلال لقائنا بكثير من الأسر نتلقى بالفعل معاناة رهيبة، وهو ما يجعلنا نحاول أن ننقل هذه المعاناة في إطار الحكومة بشكل عام للعمل من أجل هذا الجانب بشكل أو بآخر. لكن أيضا أريد أن أقول أن كل ما تقوم به هذه الجماعات حتى من الضغط للحصول على اعترافات، معروف أن الاعتراف تحت التعذيب، وهذا هو اعتراف غير مسؤول وغير مقبول، بالإضافة إلى أن من يقوم بالمحاكمة والتحقيق وهم جهات غير شرعية وما بني على باطل فهو باطل. فأعتقد أن هؤلاء بالأخير هم يقومون بعملية فقط فيها استفزاز لمشاعر الناس، هم يعملون من أجل ترسيخ ثقافة الخوف والرعب لدى المواطنين من خلال هذه الأعمال. هذا هو الأصل في الموضوع، وبالتالي سيستمر. طيب مسألة الضغط أستاذ نبيل، مسألة الضغط نحو الإفراج عنهم بهذه الطريقة، مسألة الضغط نحو الإفراج عنهم بهذه الطريقة، مسألة المبادلة، هل يعني تم الوضع بالحسبان ما يطلبه هؤلاء الصحفيون، أو أنهم هل يقبلون هذه الطريقة أساسا في الخروج أم لا؟ ونحن نتحدث هنا عن النسبة الغالبة، وكذلك ما يطلبه الأهالي، هل يطلب منكم الأهالي بشكل مباشر أن تقوم الحكومة بإخراج المختطفين الصحفيين في تبادلات مع أسرى حرب؟ حقيقة طبعا بعض الأسر ترى أنه لابد من الصمود أمام هذا الطغيان، لكن هناك أسر أخرى أيضا يعني فقدت أو أصبح يعني معيلها الأساسي أصبح في هذه السجون، ولذلك فهم يحاولون أن يتعلقون بأي أمل بأي سبب للإفراج عن أبنائهم. ما يسمعوه من أشياء تجعلهم في حالة رعب، من يخرجون وهم من يقضون تحت التعذيب يجعل هذه الأسر أيضا في حالة رعب حقيقي، وبالتالي لا يجدون ملاذ لهم إلا أن يتجهوا إلى أي جهات، سواء جهات دولية أو جهات محلية، سواء حكومة أو خارج الحكومة، هم يحاولون أن يستنجدون بأي أحد، ونحن نعذرهم في ذلك. الأساس في الأمر الآن أننا الآن كما تعلمون من خلال تواصلنا مع المفوضية السامية وصل بالأمس نائب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لقضايا حقوق الإنسان أندرو دالمر، ومعه مسؤول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية ومدير مكتبها في اليمن، وصلوا إلى عدن، والآن الأخ الوزير في حالة اجتماعات متواصلة معهم، وهو يضع أمامهم كثير من التقارير التي تخص قضايا المعتقلين وقضايا الصحفيين والإعلاميين، قضايا تجنيد الأطفال، كثير من قضايا الانتهاكات توضع أمامهم للوصول إلى حلول ولتفعيل المنظمات الدولية بدلا من صمتها الذي أصبح مستفزا. وكيل وزارة حقوق الإنسان أستاذ نبيل عبد الحفيظ كنت معنا بالهاتف من القاهرة، شكرا لك. بالعودة إليك أستاذ سيدة أم الحارث، في ما يتعلق بالنقطة التي ختم بها الأستاذ نبيل عبد الحفيظ، ما يتعلق مسألة المنظمات الدولية، هناك لغط كبير حول طريقة تعاملها مع ملف المختطفين في لدى سجون الحوثي، كيف ترين هذا الملف وكيف تقيمينه؟ أولا أبدأ بملف بقبول أسر بعض الصحفيين أو المختطفين بتبادل المدنيين بأسرى حرب. نعم. هؤلاء الأهالي سواء من الصحفيين أو المختطفين، بقية المختطفين لن يقبلوا بهذه النقطة إلا بعد أن فقدوا السند القوي من جهة المنظمات ومن جهة حكومة الشرعية التي حملت ملفاتهم كأسرى حرب، ولم تحمل ملفاتهم كمدني له حقوقه بحق المواطنة وله أن يتكفلوا بحمايته.
في أي جهة مسؤولة، في أي منطقة تحكمها جهة مسؤولة. هذا هو الذي أفقدهم الثقة بأن يحصلوا على حقوقهم، وزاد عليهم بالضغط بأن يطالبوا بتبادلهم بأسرى. هذا هو تقصير المنظمات، هذا كله بسبب تقصير المنظمات وعدم وجود الداعم والسند لهذه الأسر التي كما قال لا تجد من يعيلها، لا تجد من يسندها في مواقفها، وتشعر أن قضيتها منتصرة. الآن نحن نحس بفشل القضية، قضية المدنيين. أصبح المدني كتجارة بين تجار الحروب. يعني أنت ترسل مقاتلين إلى الجبهات، ثم يتم أسرهم وتذهب إلى الشارع الذي يسكن فيه مجموعة مواطنين وتأخذ بعدد من أسروا. هل هذا حق من حقوق الميليشيا أعطته المنظمات لهم؟ هذا هو ما أوصلتنا إليه المنظمات بتسييس ملف المختطفين. هو ملف مدني، كان يجب على جميع المنظمات أن تعمل على حماية المدنيين وتتفل حقوقهم في القانون وفي منظمات حقوق الإنسان. يعني ملفاتهم حملت كأسرى ولم تحمل، ولم تحمل كمدنيين متضررين سكان يجب حمايتهم. يعني حملوا ملفاتهم كأسرى كملف سياسي. لو كان حمل ملفهم كمدنيين وكضحايا كما بعض الملفات، كان الأهالي ما وصلوا إلى هذه النقط. أنت عندما تبادل الأسير أخذ حريته هناك وأخذ حريته في الجبهات ويعود صنعاء إلى أهله، لكن عندما يخرج المختطف من سجون الميليشيا لا يخرج إلا إلى مأرب، لا يستطيع لقاء أهله، لا يعود إلى وظيفته. يعني سجن بدل سجن. أي حق يعني استفادوا هؤلاء المدنيين؟ طيب بالنسبة لمسألة الخروج إلى مأرب، هل يعني جميع الأسر أو جميع المختطفين تم إخراجهم بهذه الطريقة من الذين خرجوا، أقصد من سجون أو معتقلات ميليشيات الحوثي؟ أكيد كلهم، الأغلب، ومن خرج بضمانة تجارية يتم محاصرته في بيته، لا يستطيع الخروج، لا يستطيع أن يقوم بعمله، كأنه نفس السجن، وكأنه ليس مواطن من هذه المنطقة، كأننا في دولتين. طيب إذا دعينا نختم سيدة أم الحارث بكلمة، ما الذي توجهه سواء للحكومة سواء للمنظمات الدولية والمحلية، وأخيرا إلى يعني أبنائكم المختطفين في سجون ميليشيات الحوثي؟ أول رسالة نوجهها للشرعية، كنا نتمنى أن يحملوا هذه الملفات كمواطنين يتبعوا الشرعية، مواطنين لهم حقوقهم، يجب حمايتهم من جميع الجهات، ويجب على المنظمات أن تتحمل مسؤولية حمايتهم. وكنا نتمنى أن المنظمات أن تصل بقضية الصحفيين خاصة إلى مجلس الأمن، أن هؤلاء الصحفيين تنتهك حقوقهم من 4 سنين حتى اللحظة، وأن تقوم بدورها وواجبها نحوهم. يعني إذا المنظمة إذا قمنا بإبلاغ منظمة يكون الرد منها بعد كم شهر على مسألة اختطاف الصحفيين أو على مسألة تعذيب أنهم في انتظار تواصل وكذا وكذا، وكأنهم لا يوجد قانون يسمح لهم باتخاذ أي إجراءات. أما بالنسبة للمختطفين فنحن نعتذر لهم أن قضيتهم قد ضاعت بين البنادق وأصبحوا تجارة. عجزنا أن نوصل أصواتهم، نحن نحاول بكل جهدنا.
على أمل الإفراج عنهم في يوم عاجلا غير آجل. أشكرك سيدة أم الحارث عضو. نعم تفضل. يعني آخر أمنية من المنظمات أن يخرج هؤلاء الصحفيين دون تبادل بغض النظر عن ما قضوه من تعذيبات، أقل شيء يخرجوا وهم مرفوعين الرأس لأن قضيتهم منتصرة، لكن مع الأسف تحولت قضيتهم وزاد تعذيبهم وزادت ضغوطهم النفسية، الضغوط عليهم زادت الضغوط النفسية والأمراض الجسدية، أن أنزكوا داخل السجون. أشكرك سيدة أم الحارث عضو رابطة أمهات المختطفين، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء، كما هو شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام. في ختام الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل، في أمان الله.